أنا الآن في شارع الملك وسوق وما في ولا شيء، ولا أحد وقفني ولا أحد عاكسني ولا أحد سوالي ولا حاجة. أنا بس حبيت أسوي هذا الفيديو عشان أقول للبنات يلا يا حبايبي اللي عندها رخصة تتكل على الله وتسوق، بس لازم يكون معاكي محرم في السيارة. نحن معانا محرم ورانا. أيوة، عشان كده يلا خلونا نبتدي وإن شاء الله ما يصير إلا خير.